السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة حضرموت الفضائية، والبداية بأبرز العناوين. إلى مكة المكرمة في أول حج بعد كورونا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. وافق البنك الدولي على تقديم منحة إضافية بمبلغ 100 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن. يأتي ذلك عقب زيارة وفد رفيع المستوى من البنك الدولي للعاصمة المؤقتة عدن، وعقده لقاءات مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي ورئيس الوزراء معين عبد الملك ومسؤولين آخرين. وتهدف المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن، وتخطيط لاستعادة قدرات قطاع الكهرباء وتوفير الخدمة لنحو 3.5 مليون شخص، كما ستزود نحو 700 منشأة عامة و100 مدرسة. وسينفذ المشروع من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالاشتراك مع أصحاب المصلحة المحليين. أعلنت الأمم المتحدة أن بعثتها الخاصة بشأن آلية التحقق والتفتيش في اليمن ستضطر لتعليق عملياتها في أغسطس القادم بسبب ضعف الموارد المالية. وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفن دوجيريك أن البعثة الأممية للتحقيق والتفتيش في اليمن، والتي تتخذ من جيبوتي مقرا لها، بحاجة ماسة إلى أموال إضافية لمواصلة عملها، مشيرا إلى الحاجة العاجلة لثلاثة ملايين ونصف المليون دولار لاستمرار عملياتها حتى نهاية العام الجاري. وأوضح أن البعثة هي خدمة أساسية تسهل تدفق البضائع التجارية إلى موانئ البحر الأحمر، لافتا إلى أنها قامت منذ عام 2019 بتخليص أكثر من 1600 سفينة لضمان وصول المواد الأساسية إلى اليمن. ترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك وفد اليمن المشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في دورته 57 بعد 100 الذي تستضيفه لبنان. وناقش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا والمسائل المطروحة، فضلا عن توحيد المواقف إزاء مختلف التحديات التي تواجهها الدول العربية وبحث سبل استعادة المبادرة وتوافق على السياسات التي تعظم المصالح العليا للأمم العربية أو للأمة العربية وتضعها فوق أي اعتبار، وإعادة تفعيل وتجاوز التحديات ووضع حد للتدخلات الخارجية. تعد شعيرة ذبح الأضاحي إحدى الشعائر الدينية التي يتميز بها عيد الأضحى المبارك، وهي من السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار أجبر الكثير من المواطنين عن العزوف عن شراء وذبح الأضاحي. تقرير مراسلنا حلمي حسن يتناول الحكاية من مدينة عدن، نتابع سويا. لم يعد عيد الأضحى في عدن مصدرا للبهجة كما هو كائن في جميع البلدان، بل ذكرى للأوضاع المعيشية والاقتصادية التي لا تزال في انهيار مستمر منذ 7 سنوات. ففي مختلف مديريات العاصمة المؤقتة عدن تنتشر تجارة الأضاحي، حيث يعد هذا السوق هو أحد أسواق المدينة الواقع في مديرية المنصورة، وتتنوع فيه أحجام وأنواع الأضاحي، إلا أن إقبال المواطنين على الشراء صار ضعيفاً جداً خلال هذا العام. حركة البيع والشراء بطيئة، لأن بأسباب أسعار ارتفاع الأسعار وغلاء وتجيب الدولار، هذه الغنم الصومالي ما عاد شيء زي الإقبال زي ما كان من أول. السعر 120، وفي كبار من 180 و190،
على الرغم، يعني ما يقدر يشتري إلا اللي هو مستطاع، أما دي ظروف صعبة ما يقدرش يشتري. يحل عيد الأضحى المبارك هذا العام في ظل ظروف حياتية معقدة إثر ارتفاع الأسعار وانقطاع الرواتب وتدهور قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى غياب عدد من مظاهر العيد عند الأسر العدنية كذبح الأضاحي والخروج إلى المتنزهات. أنا قلت أشتري، يعني قلت أشتري من هنا، قلنا يمكن في سعر تمام، سعره مرتفع، صار في مرتفع والناس ما يشتروا ولا شيء، ما في الأقبال ولا شيء، قدرة الناس تعب، يعني كأنه ما فيش عيد. أضاحي العيد مرتفع والصرف ب 300 ألف ب 290، يعني الذي يشتي أكثر الناس تبصر معهم لوافت يضطر أنه يبيعه لكي يشتري يعني القوت الضروري، يعني ناسين الناس أضحية العيد تماما، ولا كأنهم يعني عايشين ولا كأنه في عيد. وتعود أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي إلى شراء معظمها من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، حيث تسبب تدهور العملة المحلية أمام الدولار بارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. مع قدوم عيد الأضحى المبارك يتجه المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن لشراء مستلزمات العيد، خصوصا أضحية هذا العيد لما تحمله من شعائر دينية وتقاليد اجتماعية، إلا أن ظروفه المعيشية الصعبة أجبرته على التخلي عن هذه السنة. المحسن لقناة حضرموت عدن. نظم مكتب الثقافة بمحافظة شبوة بقاعة مركز الشاعر الغنائي الكبير يسلم بن علي الثقافي بمدينة عتق حفلا فنيا بمناسبة يوم الأغنية اليمنية، وقدمت الفرقة الفنية التابعة لمكتب الثقافة العديد من الوصلات الغنائية، كما قدم الفنانون سالم الحداد وفيصل الشراعي وماهر بالخير عددا من الأغاني اليمنية والتي شملت على مختلف ألوان الغناء اليمني الأصيل الذي يتنوع بتنوع مقاماته وألحانه. وحضر الحفل عدد من مديري عموم الوحدات والمكاتب والهيئات والمؤسسات العامة بالمحافظة. وصل عشرات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة من بين ما يقارب مليون حاج، يتوقع أن يؤدوا هذا العام مناسك الحج بعد انحسار جائحة كورونا. وسمحت السعودية هذا العام بدخول الحجاج من الخارج، بينما في العامين الماضيين لم يسمح بأداء الحج سوى لبضعة آلاف من السعوديين والمقيمين في السعودية بسبب كورونا. ويقتصر الحج هذا العام على الحجاج الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، وتلقوا كل جرعات لقاحات الوقاية من كورونا ولا يعانون من أمراض مزمنة. وفي العام 2019 وهو آخر عام قبل الجائحة أدى نحو 2,600,000 حاج المناسك، بينما أدى 19 مليون مناسك العمرة. ناقش مجلس أمناء مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل استراتيجية للأعمال التي تقوم بها المؤسسة، مستعرضين أبرز الجهود والنجاحات التي تم تحقيقها من خلال الإدارة التنفيذية للمؤسسة في الأشهر الماضية لصالح مرضى السرطان. وأقر المجلس حزمة من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى استقرار سير عمل المؤسسة، ومنها تحديد جلسة استكمالية للدورة الثانية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لأهمية متابعة بعض القضايا الأساسية والاستراتيجية للمؤسسة. أعرب مارتن كوبر مخترع أول هاتف محمول في العالم عن ذهوله من مقدار الوقت الذي يهدره المستخدمون على هواتفهم، وطلبهم بتركها والاستمتاع بحياتهم بشكل أفضل. جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية ردا على إحدى المشاركات في الحلقة، والتي ذكرت أنها تقضي ما يزيد عن 5 ساعات يوميا على هاتفها. وانفجر كوبر من الضحك بعدما عقب على حديث المشاركة قائلا: هل تقضين حقا 5 ساعات في اليوم؟ استفيدي من حياتك. وقال كوبر أنه قد اخترع في العام 1973 أول هاتف محمول في العالم، قائلا أنه كان يريد أن يكون صغيرا بما يكفي لوضعه في الجيب، ولكنه في الوقت نفسه يسمح حجمه بأن يوضع على الإذن ويلتقط الصوت من الفم، وبالفعل تمكن من ذلك.
مشاهدينا الكرام، نختم معكم بأخبار الطقس والحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى. ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. البنك الدولي يوافق على منحة إضافية لليمن بمبلغ 100 مليون دولار. الأمم المتحدة تعلن تعليق عمليات بعثة التحقيق والتفتيش في اليمن. غلاء الأسعار يتسبب بعزوف المواطنين عن شراء وذبح الأضاحي. وضيوف الرحمن يتوافدون إلى مكة المكرمة في أول حج بعد كورونا. في ختام هذه الجولة الإخبارية التي قدمناها من قناة حضرموت الفضائية، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تي في، ودمتم في أمان الله.